مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في قناتي من جديد. وحلقة اليوم من أهم الحلقات اللي طلبتوها مني وإجتني أسئلة كتير في التعليقات، وهي كيف نقص وزني في الفترة اللي فاتت هاي بشكل كبير ومرة واحدة. بس قبل ما نبلش في الفيديو، إذا كنتوا جداد على القناة بتمنى أنه تشتركوا في القناة، لأنه أنا متأكدة أنه رح تلاقوا فيها كل إشي بيفيدكم. عن جد عندي محتوى كتير حلو. والصبايا اللي مشتركين معي من زمان، لا تنسوا اللايك والشير وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم مني كل إشي جديد. هلأ بالنسبة لفقدان الوزن، أنا يا بنات مثلي مثلكم كنت بعاني من زيادة الوزن لفترة طويلة، وكان مؤثر علي وعلى نفسيتي وعلى حيويتي ونشاطي، وبعدين بدأ يأثر علي جسديا، ركبي، ظهري، مفاصلي، كل الأشياء هاي، حتى نفسي. يعني لما أمشي شوي ببدأ أتنفس بشكل هيك بينقطع نفسي بصراحة يعني. ومثلكم كلكم جربت أنظمة دايتس، أنظمة رجيم كتيرة وما حبيتها. ليش؟ لأنه أنا ما بحب أقيد نفسي بنظام معين، بعرف أنه ممكن أكون متحمسة أول أسبوع بس بعدين بزهق وما بلتزم فيه. حاولت أشكال كتيرة بس ولا إشي زبط معي، فقعدت وفكرت بدي إشي أنه يكون أسلوب حياة، ما بدي أغيره، ما بدي أتضايق منه، وبدي أنه ينقص وزني بالراحة، مش مستعجلة، بس يعني ما يرجع الوزن مرة تانية. لقيت انه الاحسن طريقة انه الواحد ما يرجع وزنه مرة تانية هو انه ما يعمل رجيم، لكن يغير اسلوب حياته بشكل كامل، نوعية الاكل، طريقة الاكل، كل الاشياء هاي اللي بشكل يومي بنعملها، هاي اللي راح تخلينا ننقص الوزن على فترة يعني معقولة، مش مرة واحدة. لأنه لما ينقص الوزن مرة واحدة هذا إشي بخوف على فكرة، وبيرجع مرة تانية، وصارت معنا كلنا وصارت كتير، ومش هذا الإشي اللي أنا كنت بدي إياه. أنا بدي إشي منتظم أشوف نتيجته بشكل يومي، إذا لخبطت مرة أرجع أضبط، بس ما مش من النوع الرجيم اللي إذا لخبطت ما أصدق إنه خلص فكيت الرجيم هذا وما بدي أرجع له مرة تانية وما بدي إياه وأحس يعني إنه خلص تحررت منه. لا، ما مش هذا كان هدفي. فحطيت لنفسي هدف إنه بدي تغيير أسلوب حياة بشكل كامل. بديت البحث وتوصلت ل نظام الصيام المتقطع. نظام الصيام المتقطع بديت فيه بالضبط، إذا كنت بتتذكروا يا بنات، كان تحدي 30 يوم صيام متقطع. بدينا مع بعض في تاريخ 5/5/2022، يعني بالضبط قبل سنتين إلا شوي. فمن هداك الوقت أنا بديت فيه، وبديت بال 12 ساعة، بعدين بديت زودت شوي، صرت 16 ساعة صيام 8 ساعات أكل، وضليتني على 16 ساعة صيام 8 ساعات أكل لمدة سنة. البنات اللي مش عارفين او مش سامعين في الصيام المتقطع، الكل بيحكي عنه، انا حكيت عنه في اكثر من فيديو، عملت 3 فيديوهات عنه، لكن هو بكل بساطة انك بتاكلي في عدد ساعات معينة من اليوم وبتصومي بقية اليوم. عدد الساعات المعينة هاي امتى انت بتحدديها على حسب جدولك وظروفك وطريقة حياتك. ايش بتاكلي فيها هون هم تاركين المجال مفتوح انه تاكلي شو ما بدك، اكلك الطبيعي، بس في 8 ساعات هدول هي المسموح لك تاكلي فيها، بعد هيك ولا اشي. وهلا خلينا اقولكم انا كيف عملته بالضبط. في البداية كان كتير صعب علي، وانه يعني اكون اصحى من النوم ما اشرب قهوتي، استنى لموعد انه افك الصيام، يعني كتير كان صعب علي. بس لقيت انه احسن اشي بالنسبة الي انه ابدأ اول وجبة اكلها الساعة 11
الظهر، واخر وجبه اكلها تكون قبل الساعه 7 في الليل. من ال 11 لل 7 هذا الوقت اللي انا بكون فعلا هو الوقت اللي بناكل فيه يعني طبيعي، يعني غدا وعشاء. في ناس كتير ما بتفطر، انا من النوع الناس اللي ما بفطر، بس بشرب قهوه الصبح وهي هي. فمن الساعه 11 الظهر باكل لحد الساعه 7 في الليل، وخلص هذا هو لمده سنه كامله. نقص وزني بشكل ملحوظ، بس مش ما وصلت للوزن اللي أنا بدي إياه، وكنت أنا متوقعة في سنة كاملة أنه أنقص الوزن اللي بدي أنقصه، بس ما صار. نزل وزني، بدأ يعني الكتلة الدهنية في جسمي بدأت تقل، لكن ما نزلت الوزن اللي بالطريقة اللي أنا بدي إياها. فبعد ما مرت السنة هاي شو عملت؟ هذا هو الأهم. عملت بحث كمان زيادة عن الصيام المتقطع، لأن الصيام المتقطع أنواع كتير وأشكال كتير. فعملت بحث ولقيت أنه أكتر من دكتور، منهم دكتور بيرغ، بيقول أنه في نوع من الصيام المتقطع الواحد بيقدر يصوم لمدة 3 أيام، من 3 أيام لمدة 5 أيام كاملين، ما بياكل ولا إشي، بس المسموح إلك إنه تاخدي وأنت صايمة هو المي، القهوة، الشاي بدون سكر، بدون كريمر، بس سادة اللي هي مشروبات ما فيها أي سعرات حرارية. فنويت وعملت 3 أيام صيام متقطع كاملين بدون أكل، وكانوا من أصعب 3 أيام. هو بيقول إذا يعني في البداية رح يكون صعب ورح تحسوا حالكم خملانين تعبانين. أنا كان عندي صداع قوي بشكل، وطبعا يعني يمكن أول يوم ونص أنا مرتمية على الكنباية مش قادرة أعمل ولا إشي، بس كانت عندي إجازة فاستغليت الفرصة هاي إنه مش مضطرة إنه لا أطلع ولا أروح على الشغل ولا أعمل أي مجهود. بعدين اليوم ونص الأخرانين يعني ها دزيت نفسي، بس عملت 3 أيام صيام 3 أيام كاملين. وهون كمان التغيير الثاني اللي عملته إنه بديت أوزن نفسي في الثلاث أيام هدول اللي عملتهم صيام يعني متواصل. طلعت على الميزان، فأول شيء وزنت نفسي، وبعد الثلاث أيام وزنت نفسي مرة تانية ولقيت نفسي ناقصة 5 باوند في الثلاث أيام هاي صيام صيام كامل. 5 باوند انزلت، فانبسطت على الوضع كتير، وقررت انه اعمل كمان الاسبوع اللي بعده 3 أيام صيام بدون اكل بالمرة، بس شرب، وشرب بدون سعرات، فنقصت كمان 4 باوند. فهدول في اسبوعين 9 باوند، وما رجعت يعني ما رجعت I gained them back، ضلوا يعني I kept the weight off، مش عارفة كيف رح نحكيها، بس anyways بعدها تحمست أكتر، فبديت أمشي. أنا بمشي كل يوم، بمشي ساعة عادي يعني، بس بديت أمشي الصبح بساعة، وفي الليل المساء يعني قبل أنام بشوي كمان ساعة، فمجموع 2 ساعة في اليوم. هذا صار نظام عندي لمدة أكثر من 6 شهور، وما زلت مستمرة، بس وقفت الأسبوعين اللي فاتوا لأنه كان عنا مطر غزير، والجو يعني برد ومطر، وأنا حتى لو برد في البرد كنت بمشي. في الشتاء يعني أول ما بدأ الشتاء، والشتاء هذا كان كتير قاسي، الجو برودة يعني قاسية، بس بمشي، وبمشي 2 ساعة، ساعة الصبح ساعة المساء. بس مع المطر يعني حتى البوت الرياضة هيك كله بتبلل، ما بحب هيك، بس هذا ما منعني انه جوا البيت يعني بعمل تمارين، بتفرج على يوتيوب، هدول التمارين القصيرة بعملها، رقص، حركة حركة مستمرة عشان اعوض 2 ساعة اللي كنت بمشيهم. بس المشي انا ما اعتقد انه المشي بينقص الوزن، ما بعرف، بس بيزبط الجسم. هذا إشي أنا متأكدة منه 1000000%، لأنه أول
ما كنت حتى بتجرأ انه البس الفساتين الضيقه من فوق لتحت ضيقه. انا اول كان بيناسب على جسمي الفساتين اللي هي اي شيب، اللي هي بتكون من فوق شوي ضيقه ومن تحت تنزل واسعه هيك، بس هلا بلبس الفساتين اللي هي ضيقه من فوق لتحت. المشي بخلي الفخاد تكون مبرومه، الجسم كله مزبط، الظهر ما في اي نقطه دهون، بيكون مفرود وحلو، الكتاف الوسط بينحف كتير. وبقولكم انا كل ما اشوف يعني اختلاف وتغير للاحسن في جسمي، كل ما بروح بزود شغله. فبعد ما شفت التغيير هذا وحبيت، وحبيت كيف شكل الاواعي ومقاسي نزل لسمال وكمان لاكسترا سمال بيجي علي، حتى الميديم صار شوي واسع مش مرتب علي بالمره، صرت وجسمي صار يعني قوي بيقدر بيساعدني انه اعمل الاشي هذا. فبديت اركض، واركض لمده تقريبا 5 دقائق، وبمشي لمده 2 3 دقائق، ركض 5 دقائق، مشي 3 دقائق، ركض 5 دقائق. يعني هذا بسموه تمرين، هذا بسموه الهيت هذا كتير بخلي لما تخلي ضربات قلبك تطلع وتنزل وتطلع وتنزل. هاني ستوب هاني. فهذا كتير بيساعد في انه الواحد جسمه يكون خلص محرقة للدهون والسعرات الحرارية. الشغلة وكمان انبسطت على حالي كتير وبنقص وشايفة، فرحت زود شغلة ثالثة رابعة، واللي هي انه قصرت المدة اللي باكل فيها. مش كنت باكل في 8 ساعات، بصوم 16 ساعة وباكل 8 ساعات، صرت اكل في نافذة بس 4 ساعات. يعني صرت اكسر صيام الساعة 12:30، واخر وجبة عندي تكون الساعة 4:30 وخلص. في 4 ساعات الشغلة اللي بعدها اللي مترتب عليها هي انه بما انه انا المسموح لي اكل في مدة 4 ساعات بس، فلا شعوريا وتلقائيا بديت في 4 ساعات ما ادخل اي اشي مش مفيد، لانه ما بتسوى كلهم 4 ساعات اللي عندي اكل فيهم. فمعناته في 4 ساعات هاي بدي احرص على اني اعود جسمي الفترة اللي كنت صايمة فيها، اعود جسمي كل اشي جسمي محتاجه من بروتين، من فيتامينات، من معادن، من كل الاشياء اللي بتساعد يعني جسمي انه يضله في صحة ونشاط وحيوية. كنت في 4 ساعات هاي باخدها، باخد فواكه، بعمل لي كاسة سموذي، باخد تمر، حبتين تمر، بغطهم في طحينة لأن الطحينة كمان فوائدها يعني كتير كبيرة. باكل وجبة حلوة فيها حصة بروتين كبيرة، فيها نشويات قليلة جدا، ونشويات بكون حريصة أنها تكون مثلا بطاطا حلوة لأنه هلأ شتاء والبطاطا الحلوة متوفرة، فبطاطا حلوة. إذا كان خبز أو رز بطلت أحبهم، بطلت أخذ سكر على الأكل، على عفواً القهوة بالمرة، بشرب قهوتي سادة. هلأ صرت الفنجان القهوة اللي باخده بعد ما أكسر صيامي بحط عليه شوية عسل صغيرة، شوية صغيرة عسل بس عشان يعني أنه أحس حالي أنه خلاص دخلت في 4 ساعات هاي اللي مسموح لي فيها أكل كل اللي بدي إياه. والعسل معروف انه من احسن الاشياء اللي هي مضادة للالتهابات والاشياء هاي. فنظام غذائي صحي جدا في عدد ساعات ضيقة جدا، بطلت اجوع، بطلت بكون دائما مشغولة، حتى لو اني قاعدة في البيت ومش مشغولة، لا انا مش مخي مش في الاكل بالمرة. فهلأ دخلت شغلة جديدة وهي بهاي بعملها من الأول، بس هلأ شيل أثقال قوية كتير وجامدة كتير، بدي أشتغل على كتافي إنه
يعني ابني فيها عضلات، عشان هيك انا باخذ بروتين كتير زياده عشان هو اللي ببني العضلات، ومع شيل الاثقال شايفه تحسن كتير، بس لسه شغاله اكتر على ايدي بالنسبه للاجرين والبطن، منطقه البطن والوسط. هذا كله راح افرجيكم يوم كامل كيف يعني كيف ببدا يومي، ايش المي اللي بشربها، حتى نوعية المي اللي بشربها، ايش بعصر عليها، ايش بضيف عليها، الوجبات اللي باكلها في الاربع ساعات اللي انا باكل فيها وبس، وبعدين كيف المشي، كيف بدخله الرياضة، كيف بدخلها، ولسه انا ما خلصت وما رح اخلص، ومش متضايقة ومش حاسة حالي اشي لفترة محددة وخلص، لا، زي ما قلت لكم يا بنات في بداية الفيديو، هو اسلوب حياة انا مرتاحة عليه، اتعود جسمي عليه، اتعودت عليه. كل اللي محتاجاه هلأ انه بناء كتلة عضلية، الكتلة الدهنية راحت خالص، انا بقولكم راح تشوفوا ان شاء الله، بس الكتلة العضلية هي اللي قاعدة شغالة عليها، بدي اياها تكون تحل محل. هذا بياخد وقت طويل، انا مش مستعجلة، مش رح اروح اعمل عمليات ولا رح اعمل اي اشي تدخل خارجي، زي ما قلت لكم مش مستعجلة، بس شايفة نتيجة ببطء، بس شايفة نتيجة حلوة يوم عن يوم، انا بلاقي تغيير كبير. هاي ان شاء الله بكون يعني بالكلام هيك بس رديت على اسئلتكم، وانتو طلبتوا مني وبدكم اياني احمسكم. انا ان شاء الله في فيديوهاتي اللي جاية مش بس رح اشارك معكم يوم، رح اشارك معكم كل ما اقدر، ايش اشياء مفيدة يعني صحية، اشياء جديدة انا بدخلها، لانه زي ما قلت لكم في الفيديو هذا، انا كل ما بلاقي نتيجة حلوة، كل ما بضيف بزيد للروتين روتين تاني صغير بلزقه فيه، وبكون يعني بهيك بغير حياتي للافضل من جميع النواحي. فهذا كان كل اشي عندي يا بنات اليوم، على الصوت شوي تعبان زي اللي كأني بده يجيني برد، بس ان شاء الله لا، وبشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء، انا حنان ثابت، بتمنى لكم دائما ابدا احلى وامتع لوقت.